اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، وهنشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا. البدايه معايا النهارده في ترند الاهلي بحساب كوره بلس، واللي بيتكلموا فيها عن مده غياب علي معلول. مصدر في النادي الاهلي كشف عن مده غياب علي معلول، قالوا لن تقل عن 4 اشهر وتتغير المده وفقا لحاله اللاعب في التاهيل. وده اللي قلته لحضراتكم النهارده، انا بتكلم على موضوع اصابه معلول. المده مش هتقل عن 4 شهور، وباذن الله مش هتزيد عن 5 شهور، لكن فكره 6 شهور و9 شهور صعبة جدا. ونتمنى يا رب كل ما يكون المدة أقل كل ما يكون أفضل، ونتمنى السلامة لنجم النادي الأهلي علي معلول. نروح بعدها لحساب أنتوني موديست. أنتوني موديست النجم الفرنسي لاعب النادي الأهلي، النهاردة من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام نشر صورة لعلي معلول، ووجه له رسالة وقال له: سنفعل كل شيء للفوز بهذا الكاس من أجلك بالشفاء العاجل أخي. أنا بقول لكم ابتداء من النهاردة للأيام اللي جاية هتشوفوا رسائل إيجابية كتير جدا على الانستجرام من لاعب النادي الاهلي للنجم علي معلول. وانا بقول لكم ماتش الفاينل ده هيبقى فيه حماس كبير جدا لاهداء الكاس لعلي معلول. الوطن الرياضي مصدر بالاهلي: لن نتخلى عن معلول ونثق في عودته اقوى. مصدر في النادي الاهلي اتكلم مع الوطن سبورت وقالوا ان مجلس اداره النادي الاهلي بيقدم كل العون والمساعده لعلي معلول بعد التاكد من اصابته بقطع جزئي في وتر اكيليس. قالوا إن علي معلول أكثر من مجرد لاعب في النادي الأهلي، مؤكدا على ثقة النادي في عودة معلول إلى مستواه خلال الفترة اللي جاية بعد الشفاء من الإصابة. طيب نكمل مع بعض ونشوف ملعب القاهرة 24. قالوا إن في عرض جه للنادي الأهلي من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للتعاقد مع بيرسيتاو. وأنا عايز أقول لكم هي الأخبار منتشرة أكثر في الصحف الجنوب إفريقية، ولكن بيرسيتاو عقده مع الأهلي يخلص إمتى؟ لسه عقد بيرسيتاو مستمر مع النادي الاهلي لمده 2 سنين. لسه عقد بيرسيتاو مستمر مع النادي الاهلي حتى عام 2026. نكمل تاني ونشوف اللي مكتوب في الترند. الوطن الرياضي: مفاجاه انتقال محمد نني للاهلي. مصدر بيكشف التفاصيل. المصدر اتكلم على ان في مصدر مقرب من محمد النني بيتكلم وبيقولوا ان اللاعب رغم الرحيل من نادي ارسنال وانتهاء التعاقد، ولكن عنده عروض أوروبية عديدة للانتقال إلى أحدهم في انتقالات الصيف اللي جاي. أبرز هذه العروض من نادي جالاتا سراي التركي اللي داخل في منافسة ثلاثية مع ناديين من تركيا عشان يتعاقدوا مع نني خلال انتقالات الصيف. هل في مسؤول في النادي الأهلي تواصل مع نني؟ المصدر المقرب من محمد النني قال لم يتواصل أي مسؤول في النادي الأهلي مع محمد النني، وكل الامور اللي بتتقال دي كلها اجتهادات صحفيه. وارد نظرا لمشاركه الاهلي في مونديال الانديه 2025 ان البعض بيعتقد ان الاهلي هيدعم بلاعبين محترفين ممكن تعاقداتهم تنتهي في هذا العام او العام المقبل عشان يلعبوا مع الاهلي مونديال الانديه. ولكن باكد لحضراتكم انني لغايه اللحظه دي الاخبار هتبقى كتير، الكلام هيكون كتير، ومش هنتوقف عند الخبر ده بس، لا الاخبار هتفضل مستمره معانا لغايه شهر 6 و7 اللي جاي. طيب كوره بلس والنجم الكبير الكابتن حسن شحاتة وجه نصيحة لإمام عاشور، وحسن شحاتة لما يتكلم لازم نقرأ ونسمع، لأن الكابتن حسن شحاتة من الناس، مش هتكلم بس على المستوى التاريخي كبطولات إفريقية مع منتخبنا الوطني، الكابتن حسن شحاتة شخص محترم، مدرب محترف، لما بيقول نصيحة بيقولها مجردة من أي انتماء، ودي الآراء اللي احنا بنحب نقراها ونسمعها. الكابتن حسن شحاتة لما اتسأل على أداء إمام عاشور مع النادي الأهلي قال إيه؟ لاعب متكامل لديه جراءة غير عادية، نصيحتي لي بعدم الغرور وأتمنى أن يتسم بالاحترافية الشديدة. نصيحة محترمة من كابتن ومدير فن منتخبنا الوطن السابق، محترف ومحترم، وبإذن الله توصل النصيحة لإمام عاشور.